4 سنوات على مذبحة استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 من ألتراس النادي الأهلي، التقى اليوم فريق المصل بورسعيد والأهلي ضمن مباريات الدوري الممتاز والتي وقيمت على استاد برج العرب الإسكندرية وسط مطالب من قبل أهالي بورسعيد بسرعة القصاص من القتلة الحقيقيين في قضية مذبحة بورسعيد وعدم ظلم أبناء بورسعيد رمز الوطنية والفداء على مدار السنين. بورسعيد بعيدة تماما عن الجريمة أو اللي حصل في أحداث زي ما بيقولوا مذبحة استاد بورسعيد أو مذبحة الماتش الأهلي ومصر، لأن شعب بورسعيد أنت عارف من طبيعته الفداء. شعب بورسعيد يمكن هو دايما بيبقى في أول ناس بتواجه الخطر اللي بيمر به مصر كلها. لقاء اليوم عد اللقاء الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين عقب مذبحة استاد بورسعيد، والذي أتى أيضا عقب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة ألتراس أهلاوي إلى ترشيح 10 أشخاص منهم للمشاركة في عادة التحقيقات وإتاحة الفرصة كاملة لهم للتثبت من أي معلومات. مصر النهاردة محتاجة كل إيد معاونة لها عشان تقوم تاني اقتصاديا أمنيا، محتاجين إن احنا نساعد نفسنا. يعني العالم كله بيتفرج علينا، العالم كله بيبص علينا، مفيش داعي إن احنا نحط نفسنا تاني في أزمات يصعب حلها. جماهير الأهلي والمصري اجتمع على مطالبتهم بالقصاص العادل، إلا أنهم اختلفوا بالتأكيد داخل الملعب حيث سعى كل فريق للفوز، خاصة وأن مباريات الأهلي والمصري دائما ما تشهد منافسة كبيرة.